اليوم هو اليوم الأول من أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول الذي يقيمه العتبة العباسية المقدسة ضمن أسبوع الإمامة الدولي الأول. الأسبوع فيه نشاطات وفعاليات مختلفة، أهمها المؤتمر العلمي الدولي، فيه باحثون من بلدان مختلفة. هذا اليوم الأول تحتضنه جامعة الكفيل. جامعة الكفيل هي التي تحتضن الأبحاث الخاصة بمؤتمر الإمام علي وتحت عنوان الإمام علي عليه السلام ميزان الحق. تم استلام في هذا المجال حقيقة الأبحاث بحدود 42 بحث، قبل منها 27 بحث. حقيقة فرصة ثمينة أطلقتها العتبة العباسية المقدسة لكل الباحثين من داخل العراق ومن خارجه بأن يقدموا ما عندهم من نتاج علمي وفكري بأسبوع الإمامة. حقيقة لما اطلعنا على المنهاج وجدناه منهاجا وافيا ومنهاجا واسعا، ولأول مرة تقريبا أن يكون هناك مؤتمر بهذا الحجم لمدة أسبوع كامل. كانت لنا حصة في هذا المؤتمر ببحث عنوانه دور أمير المؤمنين عليه السلام في الحفاظ على الهوية الإسلامية، حيث لولا سياسته الحكيمة ومواقفه الرشيدة مر الإسلام بمنعطفات مهمة كادت أن تودي به، لكن كانت مواقف أمير المؤمنين عليه السلام هي صمام الأمان وإرجاعه إلى الطريق الصحيح. موضوع مشاركتي اليوم هو أثر الإمام علي في وضع النحو في لغة العرب. هو المؤسس الأول الذي أسس لهذه النظرة بعد أن قاد أعمال أبي الأسود الدولي إسرى زيارة له في إمارة الكوفة. تجاه هذا الموضوع ننظر إليه من زاوية علمية بحتة، لا من زاوية تقليدية أو روائية. تمكنت بحول الله وقوته أن جمعت 17 رواية من الشرق والغرب، بدءا بابن سلام الجمحي وانتهاء بالسيوطي 911 للميلاد. عنوان البحث هو أهمية إدارة الدولة في الإسلام خلافة إمام علي عليه السلام نموذجا، وهذا البحث يتحدث عن خلافة إمام علي عليه السلام، وخاصة كيف كان حكم الإسلام وكيف هي أهميتها في الإسلام. هذا البحث يتحدث بهذا العنوان المذكور. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.